بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرة أصحابه، دخل عليهم وهم في مجلسهم وهم لا يعرفونه لأنه ليس من أهل البلد، ولكنه لا يظهر عليه أثر السفر حتى يقال إنه جاء من بلاد أخرى، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، فليس من أهل البلد لأنه لا يعرفه أحد، ولم يأتي من بعيد لأنه ليس عليه أثر السفر، فهذا من العجائب. ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه تواضعا من المتعلم للمعلم، ليعلم أصحابه كيف يطلبون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وليأخذ هذه القدوة من يأتي بعدهم ممن يتعلمون العلم ويجلون العلماء ويحترمونهم ويجلسون أمامهم بأدب وسكون وهدوء. فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الراوي: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. فقوله عليه الصلاة والسلام: يا محمد أخبرني عن الإسلام، هذا لأجل أن يعلم الصحابة ما هو الإسلام. والإسلام من حيث التعريف العام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريفه. ولكن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام التي يقوم عليها، فبينها صلى الله عليه وسلم، فهذه أركانه التي يقوم عليها، والإسلام أوسع من ذلك، ولكن هذه أركانه ومبانيه، بدليل حديث ابن عمر قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه مبانيه وأركانه. وهناك واجبات ومستحبات وأعمال كثيرة كلها تدخل في الإسلام لأنها مكملة ومتممة لهذه الأركان. فالركن الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو التوحيد، وهذا هو العقيدة التي ينبني عليها الدين كله، وهي عقيدة التوحيد. أن تشهد أن لا إله إلا الله، تنطق بلسانك وتعتقد بقلبك أنه لا معبود بحق ولا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، ثم تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وحق الله هو العبادة، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتابعة والاقتداء، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. ثم ذكر الركن الثاني وقال: وإقام الصلاة، وهي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة على كل مسلم ومسلمة في مواقيتها، وتجب جماعة على الرجال في المساجد. فهذه الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام،
وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. فلذلك جعلها الله بعد الشهادتين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هذا هو الركن الثالث، وهو حق واجب في المال. والصلاة حق واجب على البدن، الزكاة حق واجب في المال، كما قال جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والزكاة هي مقدار من المال يدفعه من يملك النصاب للمستحقين، من الذين قال الله جل وعلا فيهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فلا تقبل صلاة بدون زكاة، فلا بد من إيتاء الزكاة. الركن الرابع من أركان الإسلام صيام شهر رمضان الذي يأتي كل سنة، وهو الشهر التاسع من السنة. هذا الشهر العظيم الذي جعله الله في وسط عقد العام، وهو شهر فيه الخير والبركة، وفيه الأجور الكثيرة والخيرات الوفيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه ويحثهم على اغتنامه، شرع لهم صلى الله عليه وسلم قيامه قيام ليله، وأوجب الله عليهم صيام نهاره، فهو شهر الصيام والقيام وشهر الخيرات والبركات. فينبغي لمن بلغه الله هذا الشهر أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وأن يحافظ على هذا الشهر بأيامه وساعاته ولياليه، فلا يضيع منه وقتا في غير فائدة إلا وقتا ينامه ويستريح فيه. وأما أوقات اليقظة فإنه يصرفها في طاعة الله سبحانه، من صلاة نوافل وتلاوة قرآن وذكر لله وصدقات وفعل للخيرات. فهو شهر عظيم مبارك وموسم كريم يحل بالمسلم كل سنة. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصيامه فريضة، وصلاة ليله نافلة، وجميع ساعاته ساعات خير وبركة، فلا يضيعها الإنسان باللهو واللعب. فإن بعض الناس لا يقدرون لهذا الشهر قيمة ولا يعرفون له قدرا، بل يعتبرونه شهرا للكسل والأكل والشرب والسهر بالليل. فهؤلاء يأتي رمضان ويمر عليهم ولا ينتفعون منه، لأنهم يحملون أوزارهم كاملة فلا يتطهرون في هذا الشهر الذي جعله الله طهرة للمسلم، يتوب إلى ربه ويتقرب إليه ويعمر أوقاته بالخير والأعمال الطيبة. هذا هو قدر هذا الشهر عند المسلم، يعتبره غنيمة تمر عليه يغتنمها. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فيه ليلة خير من ألف شهر، كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك حج بيت الله الحرام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو يجب على المستطيع مرة واحدة في العمر، وما زاد عن ذلك فهو تطوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أركان الإسلام الخمسة التي يقوم عليها بنيانه ويتأسس عليها كيانه، فيجب على المسلم أن يعرفها وأن يعمل بها. وهذا من العلم الضروري الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه الأركان وأحكامها، حتى يقيم دينه على أساس صحيح وعلى منهج سليم،
وحتى يلقى الله سبحانه وتعالى مسلما، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي تمسكوا بإسلامكم طيل حياتكم إلى الممات حتى تموتوا عليه ويختم لكم به، فتلقوا الله مسلمين فتكونون من المفلحين ومن أهل الجنة. ومن مات على غير الإسلام فإنه خالد مخلد في النار، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفق الله الجميع لصلاح القول والعمل والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.